بعد هالصلاة يلي فيها سبحنا ومجدنا الرب ببداية هاليوم يلي دايما بنشكره على كل شمس بتشرق علينا وبتعطينا نعمة الحياة، ويا رب دايما عطينا نقدر هالنعمة الثمينة يلي بتعطينا إياها كل يوم، شمسك اللي بتشرق على الأبرار والأخيار وعلى كل الدنيا وعلى كل الناس بعدل وبمساواة. نحن وياكم مشاهدينا بسرنا بالفقرة الأولى من نور جديد عبر نور الشرق، نستقبل معنا حضرة الدكتور هو يعني أستاذ جامعي في الفلسفة، خريج الجامعة الأمريكية وجامعة لندن، وأيضا أستاذ الفلسفة في جامعة البلمند، حضرة الدكتور أديب صعب الذي قبل أيام صدر له مجموعة شعرية بعنوان حيث ينبع الكلام، تحوي نحو 100 قصيدة قصيرة وقصيدة واحدة طويلة عن الدار العربية للعلوم في بيروت. وفي كلمة الناشر أنها لوحات شعرية تفتح أمام القارئة عوالم لا تنتهي سعة وعمقا على تقنية متطورة في البناء الشعري لا يتمتع بها سوى الشعراء الكبار. تأتي المجموعة الحالية بعد مجموعات للدكتور أديب صعب، منها أجراس اليوم الثالث ومملكتي ليست من هذا العالم، وتقف إلى جانب كتبه الفلسفية والنقدية المعروفة. ومن شهادات الشعراء في أديب صعب قول خليل حاوي إن شعره يصدر عن نضج يندر أن نقع على شبيه له، وقول أدونيس إن الدكتور أديب صعب يقف بين طليعة الشعراء. الدكتور أديب صعب، أهلا وسهلا فيك اليوم، شرفتنا بهالبرنامج، وبترك لك الفسحة أنك تقدم مجموعتك اسم الله هالكتب كلها، تعطينا تفاصيل عنها. أول شيء شكرا على الاستضافة وعلى المقدمة الحلوة كتير. أهلا وسهلا. أنا بدأت حياتي التأليفية شاعرا، ودرست الفلسفة لكي أكون شاعرا أجمل وأفضل، لكني صرت أستاذا للفلسفة وبقيت شاعرا. لما كان عمري بسن المراهقة نشر لي الوالد، اكتشف أني أكتب الشعر، الوالد ويليام صعب شاعر، كان أمير الزجل اللبناني بعد رشيد نخلي، وناشر مجلة مختصة بالشعر الشعبي البيدر، نشر لي مجموعة من قصائد الطفولة بعنوان قيثارة الضياء. حلو. طبعا هيدا أعطاني معنويات كتيرة. بالجامعة الأمريكية درست للبكالوريوس يعني أول درجة الأداب والتربية، رجعت بالماستر، رحت للفلسفة كما قلت لكي أصير شاعرا أفضل، ورجعت كملت الدكتوراه بالفلسفة والدراسات الدينية، وصرت أستاذا جامعيا للفلسفة، علمت الفلسفة في جامعة البلمند لما كانت بس معهد اليهود قبل عهد الجامعة الحالية، ومعهد اليهود كان جامعة وهو أعطى الجامعة رخصتها، وما أزال أدرس الفلسفة خصوصا فلسفة الدين وتاريخ الأديان، يلي إلي مؤلفات بفلسفة الدين 5، هي خماسية بتكمل بعضها، يا ريت بنشوفهم معك دكتور صعب. هودي 2 منهم، الأديان الحية و دراسات نقدية في فلسفة الدين. أول كتاب كان الدين والمجتمع، اللي بعده الأديان الحية، ثم المقدمة في فلسفة الدين، تلاها وحدة في التنوع، وأخيرا دراسات نقدية في فلسفة الدين. هناك كتابان في النقد الثقافي، أحدهما بعنوان هموم حضارية. نعم. هذا دراسات أدبية نقدية. أيوة، في الثقافة والسياسة والنهضة المنشودة. والآخر ويليام صعب يلي هو والدي، شاعر القضايا الأزلية. حلو. هذا من منشورات جامعة البلمند. وطبعا المجموعة الشعرية التي تكرمت بذكرها، مملكتي ليست من هذا العالم، المجموعتين اللي قبل ما معيهن هلا، وهذا الكتاب الأخير حيث ينبع الكلام. حلو. حيث ينبع الكلام كما قلتي هو
100 قصيدة، قصيدة واحدة هي قصيدة طويلة، و 99 قصائد قصيرة تراوح بين الصفحة والصفحات الثلاث. دكتور صعب، يعني مجموعتك تتألف من أقسام كما قلت، هل ممكن أنه تقري لنا قصيدة أو بيت شعر من كل أصول لو سمحت؟ أوكي، أنا قسمت يعني صنفت هذه القصائد تحت في أبواب. الباب الأول شجرة الشعر، هو عن الشعر. حلو، رح نسمع لكن مقطع من كل قسم. ولماذا تكتب الشعر غريبا ملغزا كالنور في عيني إله؟ هكذا يأتي وإني أتهجى صوته الطالع من رحم المياه، ربما جاء يرينا ذلك الوجه من الكون الذي لسنا نراه. القسم الثاني تحت خيمة الربيع، في قصائد تتكلم كثير عن الربيع، عن تحولات الأزمنة. وحدة منها همس بعيد وخيوط فجر تطل من نافذة في الفضاء وفي المدى تحت الجسور، تجري أحلامنا الزرقاء تلون السماء، كأنه لون السماء جاي من الأحلام. حلو، هيك الشاعر بيحكي. القسم الثالث هكذا يغير الصباح دربه، هذه قصائد ولدت خلال الحرب بلبنان، خلال مرحلة من الحرب في لبنان، كنت أنا مقيما في باريس آنذاك. إحدى هذه القصائد: شيدوا للخطايا متاحف، شيدوا للخطايا متاحف، للقاتلين تماثيل، سموا شوارع باسم الطغاة، نظموا للبغايا مدائح، خروا أمام شياطين، قالوا الصلاة، فقأوا الحلم في أعين الأمهات. الحلم، فقأوا الحلم، مش الأعين، الحلم، هيك هيك الشاعر بيحكي. القسم الرابع غابة من البهاء، هيدا في قصائد نجاوة صوفية، مثل ما أحد النقاد الأستاذ الدكتور جرير أبو حيدر من جامعة لندن لاحظ أنه بشعري في بعد صوفي، وربطوا بصوفية دوستويفسكي. غريب دكتور جرير، أنا هو ابن أخت ميخائيل نعيمي وعنده كمان هالبعد الصوفي الروحي. نحن ما التقينا شخصيا، هو قرأ شعري وكتب عنه وذكر صوفية دوستويفسكي، اللي أنا ماني ملاحظ هالشيء. أنا قرأت دوستويفسكي وتأثرت فيه. غاب من البهاء وحدة من القصائد، هي نجوى، خذني، ومن هون إجا عنوان المجموعة حيث ينبع الكلام، خذني حيث ينبع الكلام من عيون، حيث يزهر الكلام في الشجر، خذني فلقد سئمت لغوهم أولئك البشر. هذا بكتفي بمقطع منها. القسم الخامس كل شيء على اسمك، هذه قصائد في الحب، وأنا أهديت كتابي إلى زوجتي، إلى إيلان، إيلان، إيلان دمعي، أستاذة جامعية في علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، أهديت الكتاب إليها واستعملت بيت من إحدى قصائد هذا القسم. وتمشين بين الحروف، وتمشين بين الحروف فتسأل من يا ترى من تكون القصيدة. وحدة من قصائد القسم نوح، قوس النصر، نوح أنا وجئتني سفينة، نوح أنا وجئتني سفينة، نعبر هذا العصر، نهجر كل شيء كان ولا نحمل غير الشعر، إلى مدى أصبح فيه النهر والمدينة وأنت قوس النصر. كنا عايشين في باريس يوم كتبت هذه القصيدة، في نهر وفي مدينة وفي
قوس نصر وفي جسور. وهي قصيدة تانية من القصن: اترك الشتاء والربيع واتبعيني، اترك الجميع واتبعيني دون موعد ودون وقتي، وخذي يدي، خذي غدي، خذيني بعد ذاك حيث شئت. هذه ثمنها كثير غالي، بدها تترك كل شيء حتى تاخذني بعد ذاك حيث تشاء. هل أدى الشاعر بيروح إلى أبعد المدى وأبعد من هذا البعد؟ يعني كما ذكرت دكتور صعب، يعني أنه أشار الناقد الدكتور جرير أبو حيدر من جامعة لندن إلى هذا البعد الروحي المتطور في شعرك، يعني شو بعد بدك تقلنا عن هالموضوع؟ بعد بس بدي تابع الأقسام. القصيدة الطويلة أعطيتها عنوان شوارع المدينة، هي ولدت من رحم الحرب في لبنان. القسم الأخير قصائد قصيرة من دفتر الطفولة، هذه قصائد كتبتها وأنا دون العشرين، غير اللي نشرت في مجموعة قفارة الضياء. وحكيوا عن المجموعة الشعراء، منهم أدونيس حكي كلام كتير كتير جميل بمقال نشره في جريدة النهار عن مجموعة قفارة الضياء. فالقسم الأخير من دفتر الطفولة هي قصائد تلت المجموعة المنشورة ولم تنشر، هي أول مرة تنشر في هذه المجموعة، هي 21 قصيدة. هيك بنكون يعني أعطينا نماذج من كل قسم من هذه الأقسام. هلأ كنت عم تتفضلي من سؤال، يعني هيك منحب نرجع نسمع منك هالبعد الروحي المتطور يلي أشار إله الدكتور جرير أبو حيدر من جامعة لندن، شو بعد حابب تضيف عن هالموضوع؟ هلأ في نظرتين إلى العالم. العالم مع الله والعالم بدون إله. كل نظرة للعالم تقدر تولد شعر جميل وفلسفة جميلة. هلأ أنا مسيء بأنه نظرتي للعالم هي العالم مع الله. هذا العالم، أنظر إلى العالم كما لو كان مرآة تعكس وجه الله. وممكن واحد يكون عنده نظرة متطورة للجمال بدون ما يكون الله جزء من نظرته للعالم. بس طبعا في فرق، أترك هذا للناقد، يعني خلي يدرس الشعر اللي فيه جمال وخير بدون نظرة إلهية. في صوفية هون كمان، والشعر اللي مع الله فيها النظرة يمكن يلاقيها الناقد انه نظرة متطورة اكثر بكثير. دكتور صعب، يعني بمجموعتك حيث ينبع الكلام، هالمجموعة الأخيرة يلي صدرت قصائد ولدت من رحم الحرب في لبنان، فيها حزن وغضب وفيها إدانات وحتى نبرة نبوية مع قصيدة طويلة من واقع تلك الحرب، هل تقف قليلا عند هذه القصائد؟ أول شيء على سيرة النظرة النبوية، أنا من بعد حرب حزيران، حرب حزيران خمسة تموز، ما هيك، هي شهيرة، بال67 كنت ولد صغير. وكتبت قصيدة جاء فيها، أو لا، هذه من قصيدة أخرى مش من طبع حرب حزيران، يلي هي أجراس اليوم الثالث، يلي سميت المجموعة على اسمها. بمقطع بقول: وعدت قبل الفجر بين النار بين الدمع على طريق لم أجد جسوره، لم أرى حولي غير راس النبع، لم أرى إلا وجهة الباشورة. شو هني راس النبع والباشورة؟ هني محلتان في العاصمة بيروت، يقوم في كل واحدة مدفن واحد للمسيحيين والآخر للمسلمين، وكأنما هذه نبوءة بما حل بعد كم سنة لما اندلعت الحرب الأهلية في لبنان. ربما الشاعر يستشرف، ربما هذه فينا نسميها نبوة. خليني أقرأ من المجموعة الراهنة حيث ينبع الكلام
بعض قصائد قصيرة يلي ما قريناها. هيدي آلهة تموت عنوانها، ماجت على دروبنا الخائفة، تقتلع الأشجار والبيوت، جبارة أعتى من العاصفة، آلهة لكنها تموت. هيدي آلهة اللي كانوا يخوفونا، بس آلهة بتموت بالآخر مثلنا مثلها. يعني هالقصائد القصيرة ما بتقل عن القصيدة الطويلة، هي بتصير مثل نافذة، مثل أيقونة، مثل منمنمة تفتح بعدا على اللانهاية، ما بينتقص أي شيء من قيمتها الشعرية كونها قصيرة. يمكن تكون أنا أحصيت بعض كلمات القصائد القصيرة، منهم 14، منهم 16، منهم تحت 20، اللي هني صفحة واحدة. قلنا أنه القصائد القصيرة هون توصل للصفحات الثلاثة. هيدي وحدة تانية، أورثنا الأرض فقسمناها في يوم في طرفة عين، أو في طرفة عين سواء إذا كان اسم نوع أو اسم مرة، مثل ما بنقول أورثنا الأرض فقسمناها في يوم في طرفة عين، وإذا أورثنا الله الشمس أنقدر أن نجعلها اثنين. وهيدي قصيدة للطيور مسكن وللأفاعي مأمن، ونحن ما لنا سلام، أتخم الإله من صلاتنا وتعب الكلام. هلأ لحد هون صار مارق إشارة من العهد الجديد وإشارة من العهد القديم. للطيور مسكن وللأفاعي مأمن، ونحن ما لنا سلام، أتخم الإله من صلاتنا وتعب الكلام، دربنا ركام، فجرنا ركام، والركام حولنا ديار، آه من يلون السماء بالنجوم والغصون بالثمار، كلما تثاءب المساء من نوافذ الصغار. فهذا المساء عم يتاوب من نوافذ الصغار. والقصيدة الطويلة اللي هي بمجموعة حيث ينبع الكلام شوارع المدينة هي كلها من الحرب بلبنان. مع كل هالمشاهد الحزينة والغاضبة يلي تفضلت وذكرتها واللي فيها إدانات، يعني كيف يستنبط هذه الأفكار الشاعر ويحولها إلى مشهدية من الواقع الحقيقي؟ كيف يمكن هذا سر للناقد أن يقوله أكثر مما يستطيع الشاعر قوله؟ بس كيف؟ طبعا الشعر، هذا الشعر بيبين عفوي، عفوي أنساب سيابا، بس العفوية أنا أقول إنه العفوية تشترى بثمن. بده يتعب على حاله الشاعر، بده يكون يعني مثقف، بده يكون قارئ كتير، بده يكون يمكن راوية شعر، بده يقرأ بلغات مختلفة، يقرأ شعر عالمي وشعر من تراثه هو، بعدين بتصير هذه العفوية، بيصير عنده تقنية في التعبير. نعم، بتصير تبين انه عفوية، هي بتكون نابعة من شغل كتير. دكتور صعب، شو هو الفرق بين القصيدة الطويلة والقصيدة القصيرة؟ انا لما اقول انه انا كتبت قصائد طويلة، هيدي تختلف عن القصائد الطويلة في الشعر العربي القديم التي كانت تسمى معلقات. نعم. بالاخر يعلقها الشاعر، من هنا سميت معلقة. هيدي غير شيء عن القصائد الطويلة في الشعر الحديث. الشعر العربي الحديث، الشعراء العراقيين أول شيء اللي كانوا مجددين مثل بدر شاكر السياب، بعدين شعراء فلسطين وسوريا ولبنان ومصر والعالم العربي ككل. خليني أذكر أدونيس وخليل حاوي،
كتبوا قصيدة طويلة، وأنا كتبت قصيدة طويلة بمجموعاتي السابقة غير قيثارة الضياء، مجموعة الطفولة، عندي 8 قصائد طويلة أنا بسميها سيمفونيات، هي يمكن لعل هي أقرب شيء إلى المسرح الإغريقي، إلى التراجيديا الإغريقية. في هون عالم عم يبنيه الشاعر من أول القصيدة لآخرها، في شيء اسمه وحدة عضوية، أو خلينا ناخد الشعر الملحمي، فالقصيدة الطويلة هي تبدو أقرب شيء إلى الملاحم القديمة أو إلى المسرح القديم، وأخص بالذكر المسرح الإغريقي. هيدي بناء متكامل. مثلا أنا عم بكتب قصيدة عن الحرب أو نابعة من الحرب بلبنان، عم بتقول أشياء كتيرة، كل مقطع من مقاطعها يمكن تكون مبنية مثل السيمفونيات، مبنية على 4 5 6 مقاطع، كل مقطع عم بيقول شيء، يعني عم ينبع من يلي قبله وعم بيولد يلي جاي من بعده. فهيدا معنى الوحدة العضوية. بينما المطولات القديمة المعلقات فينا نحذف أبيات، فينا نقدم ونأخر، ما بتتأثر القصيدة. أنت سألتيني عن الفرق بين القصيدة الطويلة اللي هي حكينا عنها، نعم، والقصيدة القصيرة. القصيدة القصيرة هي هيك لمحة خاطفة، بس مثل ما أنا سميتها هي نافذة. هل هي أفكار عابرة؟ نافذة، منا أفكار عابرة، نافذة على اللانهاية. رح تقرينا شي وحدة. مثلا فوق قمم الجبال، وإذا دهمك الشتاء، عم يسمع الشاعر حدا بيقول له وإذا دهمك الشتاء كيف تتقي غيمه الثقيلة، أين تتقي ليله الطويلة فوق قمم الجبال. بجاوب أوقظ الكلام في مهاده، أملأ العروق من مداده، أرفع الربيع قبة ولا أبالي. هلأ كل سطر بيخلق حالي، بيخلق تصور، بيروح فينا لبعيد، لكتير بعيد. حلو. هاي قصيدة عم تحكي عن الربيع. ترجمان الشتاء الربيع، الربيع مترجم. ترجمان الشتاء الربيع شو بيعمل؟ يحول ثلج الجبال سواقي. صورة. واليباس براعم يمتد مثل رواقي. نتصور كيف الرواق. تتدلى المصابيح من سقفه، من سقفه. هذه الصور هي اللي بتخلق، هذه النافذة مفتوحة على صور، كأنه هالشاعر جالس أمام نافذة وعم يطلع على طبيعة ما بتنتهي، وبتاخده بتأملات ما بتنتهي. فعلا. ترجمان الشتاء الربيع. حلو. يحول ثلج الجبال سواقي، واليباس براعم يمتد مثل رواق، تتدلى المصابيح من سقفه، يقف الزهر عن جانبيه تحية ترجمان أمين. احنا بنحكي عن الأمانة بالترجمة. ترجمان أمين ولكنه يستعير من الصيف حبرا لأقلامه المرمرية. حلو. يعني عن جد الله يقويك دكتور صعب على هالأفكار المميزة جدا يلي كلها يعني خلاقة ومبدعة ومبتكرة. خلينا نحكي معك كيف قدرت توفق بين الفيلسوف وبين الشاعر في شخصك. هيدي شغلة مش هينة أبدا، يمكن يعني التوفيق منه هين. أول شيء خليني أحكي عن الفرق الجوهري بين الشعر والفلسفة. نحن عندنا نشاطات خلينا نسميها، نصطلح على تسميتها نشاطات أولية: الشعر، الدين، السياسة، الحياة الاجتماعية. أوكي. من ناحية تانية في نشاط ثانوي اللي هو الفلسفي، هناك الشعر وفلسفة الشعر. الشعر أنا بعيش الحالة الشعرية وبكتب قصيدي، بس بفلسفة الشعر تطرح أسئلة من هذا النوع: ما هو الشعر؟
لماذا الشعر؟ الشاعر ما بيعمل هيك، الفيلسوف اللي بيشتغل هيك. ما الفرق بين لغة الشعر ولغة العلم؟ في عنا العلم وفلسفة العلم، كذلك فلسفة الدين. بالدين نحن نعبد الله، منعيش حياتنا. تجي الفلسفة بتطرح الأسئلة من النوع الآتي: ما هو الدين؟ يلي بده يعني يعيش حياته الدينية ويسأل ما هو الدين بيفسدها للقصة، هذا شيء تاني. بس طبعا الأسئلة الفلسفية بتخليه يعيش حياته الدينية أو حياته الشعرية أجمل وأفضل. ما هو الدين؟ لماذا الدين؟ في كتار ناس تصوروا أنه هناك مشادة، يعني عدم التقاء بين العلم والدين، تضاد. كمان هذا سؤال فلسفي، هل حقا أنه العلم يعارض الدين؟ هذه الأسئلة الفلسفية. هلا انا جاوب على هالاسئله دكتور بكتابك بالكتب الخمسه. ايه اكيد، يعني يمكن اطرف واجمل من الجواب عن الاسئله وطرح الاسئله. حلو. في شخص يقول انه a problem well put is half solved، يعني المساله يلي من صيغه صياغه حسنه، اذا صغناها صياغه حسنه منكون قطعنا نصف الطريق نحو حلها. فصياغة الأسئلة منا أبدا هينة، وطبعا في حلول، في اقتراحات، مش ضروري أنه القارئ أو الفيلسوف الآخر يتقيد بالحل. هلا أنا كيف وفقت طبعا الشاعر بأنبل الفيلسوف، أنك أنت هملتني لك يا خيي تعا اكتب شعر، لماذا تئد بنات أفكارك؟ مثل ما كان بالماضي عند العرب يصير في وقت للبنات، ما كان مرحب فيهم، فهذا الشعر هو بنات أفكار، فينا نسمي لماذا تئد بنات أفكارك. في صعوبة أحيان أنا بقول أنه في شعر ما كتبته من وراء انصرافي للفلسفة، بس الشعر اللي كتبته كمان بعتبره يكفي، ما يعني ضروري واحد أعطيت الفلسفة، نعم اعطيت الفلسفه حقها واعطيت الشعر حقه، بعتبر هيك. ويعني انا لا، ما كنت بفلسفتي، كنت فيلسوف صارم بمنهجيه صارمه، يعني غير الشعر. حلو. دكتور اديب صعب، هل رح ننطر منكم قريبا اصدارات جديده، كتابات شعريه جديده؟ هلا قريبا في طلاب، في احد كتب اطروحه دكتوراه عن الرموز والاستعارات الدينية بشعري، هو ناطر مناقشتها، وفي طلاب آخرين عم يكتبوا، بس المجموعات السابقة اللي ذكرناها منا غير متوافرة. أنا حضرت طبعة جديدة ستصدر قريبا بتضم شعري السابق، ويمكن أنه طلب مني الناشر وأوحولي بمعهد الدكتوراه بالجامعة أنه خليها تكون طبعة جامعية، يعني ليش ما بنضيف للشعر مختارات من المقالات النقدية، المراجعات التي صدرت حول هالمجموعات، ومختارات من المقابلات معك. فالمشروع المقبل هو فكرة إعادة نشر شعري السابق. في كتاب سادس بفلسفة الدين رح يكون عن الدين والفن، وهذا موضوع كتير مهم بفلسفة الدين. أنا بالنسبة لإلي رح يكون عن الدين والشعر، بعدين لما يطلع بكون جاوبت منيح عن السؤال اللي سألتيني إياه. وفي كمان شعر غير إعادة نشر السابق سيصدر، وكتب أخرى ما رح أذكرها. بسم الله، إن شاء الله هالوفرة دايما بتكون موجودة. دكتور أديب صعب، بحب نختم هاللقاء المميز معكم بكمان هيك، إذا بتقري لنا قصيدة من الكتاب الذي صدر مؤخرا حيث ينبع الكلام. يعني إذا ماذا أفعل؟ خلينا ماذا أفعل رح يكون عنوانه. لا مش ماذا أفعل، خلينا هيدي من أين دخلت، هذه من كل شيء على اسمك، من جملة قصائد الحب اللي 24 قصيدة في مجموعة حيث ينبع الكلام. نعم. من أين وصلت
وكل دروبي موصدة من أين دخلت وموصدة كل الأبواب. من أين وصلت وكل دروبي موصدة من أين دخلت وموصدة كل الأبواب. وحللت كأن مكانك هذا من زمن محفوظ كي تأتي يوما وأتيت. وراح كلانا يقرأ سرا كان يؤرقه لغة لم تقرأ في قاموس أو صفحات كتاب. من أين وصلت وموصدة كل الأبواب. بكفي أو بعد؟ حلو، يعني نحن إذا بتحب تكمل يلا خلينا نكملها قبل ما نختم هاللقاء. فإذن القصيدة الأخيرة من حيث ينبع الكلام، هالإصدار الأخير للدكتور أديب صعب، تفضل. كم من الشعر طاردته في فضاء اللغات، أتحرى قواميسه، أتقرى بلاغة هذا اللسان وذاك اللسان باحثا عن كياني. كم من الشعر طاردني في مجاهل ذاتي، فكتبت الكلام غزيرا من مشاعر ماطرة في النهارات أو في الليالي. ولكم ذدت عني قوافي مسعورة ووأدت كثيرا من بنات خيالي. كنت أبحث عن نغم لا يجيء إلى أن أتيت، فرأيتك نورا يضيء كما من سراج وزيت. كنت أفتح عيني حتى أراك، صرت أغمض، بت أغمض عيني حتى أراك. كنت أفتح عيني حتى أراك، بت أغمض عيني حتى أراك. صار شعري صوتك صمتك وقع خطاك. بعدما رفع الوحي عن ناظري اللثام، لم أعد أتحرى قواميس هذا اللسان وذاك اللسان. عندما ينضح الشعر منك ويغدو البهاء كلام، ينتفي عمل الترجمان. حلو دكتور أديب صعب، نحن بدنا نشكرك على كل هالأفكار هالقصايد هالفلسفة اللي عشنا معك هال 35 دقيقة من الوقت. شكرا لحضورك معنا ضمن برنامج نور جديد عبر نور الشرق، إن شاء الله بلقاءات مقبلة، وبنتمنى لك كل التوفيق مع إصدارات جديدة إذا الله راد. شكرا كثير. شكرا لكم مشاهدينا، طبعا منتابع فقراتنا يعني اليوم باللقائنا المباشر، والفقرة الثانية مع الشاعر والكاتب الأستاذ عدنان محيدلي بعد هالفاصل.